يقول عمر بن الخطاب مرة يمسك ماسك عمر يمشي معه يقول عمر مررت في سكة فإذا بالنبي فيها فرآني فأمسك يدي. شوف اللطف والذوق. ترى أحيانا التعامل الحسن. عمر ترى شخصية حازمة وقوية ما يعرف، ترى عمر ما يعرف اللعب. عمر يذبح على الطريقة الإسلامية. عمر رجل يتكلم والدرة بيده، لكنه كان إذا وقف بين يدي الله انكسر خشوعا وذلة بين يدي الله، حتى قيل أنه كان في خديه خطان أسودان من كثرة البكاء. عمر يقول أمسك الرسول يدي، يقول فارتحت له، فقلت والله إني أحبك يا رسول الله. الكلام الموقف هذا خلاه يتكلم. قال له الرسول أكثر من مالك يا عمر؟ قال أكثر من مالي. قال أكثر من أهلك؟ قال أكثر من أهلي. قال أكثر من ولدك؟ قال أكثر من ولدي. قال أكثر من نفسك؟ قال لا. فأطلق النبي يده يقول فك يدي، يقول فلما فك يدي قال حتى أكون أحب إليك حتى أكثر من نفسك. يقول عبد الله بن عمر راوي الحديث فرأيت أبي اختلى بنفسه، يتقدم شوي وقف ما يناظر، يقول هو يناظر رجع قال يا رسول الله والله إنك الآن أحب إلي أكثر من نفسي. قال الآن يا عمر. قال عبد الله بن عمر يا أبتي خلوت بنفسك ثم عدت، جلست تفكر فيه؟ قال فكرت في أمرين، قلت أنا ماذا كنت قبل رسول الله؟ يقول كنت كافر عبد الصنم فأنقذني الله به، فأنا كنت محتاجا له في الدنيا. وفكرت من سأحتاج يوم القيامة أكثر، أنا ولا هو؟ أحتاج نفسي ولا أحتاج رسول الله؟ فقلت أحتاج رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد.